بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلابي نطل عليكم من جديد للحديث عن موضوع جديد من موضوعات مادة تاريخ الأردن، واللقاء مع القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والقضية الفلسطينية. نقول طلابي بأن القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، الهدف القومي الذي أنشئت من أجله في الدفاع عن القضايا العربية بمشاركتها الفاعلة في الحروب العربية الإسرائيلية على أرض فلسطين والدول العربية المجاورة، دفاعاً عن فلسطين والقدس التي تحظى بمكانة خاصة في نفوس العرب والمسلمين. نقول طلابي أن الأردن وقف قيادة وشعبا إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في مقاومتهم الانتداب البريطاني والهجرة اليهودية إلى فلسطين والاحتلال الإسرائيلي لها. ومن أبرز هذه المواقف صمودا اجتماع أبناء الأردن في مؤتمر قميم، في مؤتمر قم قرية في إربد عام 1920، قرروا فيه مهاجمة المستعمرات الصهيونية في منطقة بيسان، وقد أدى هجومهم إلى استشهاد عدد من المناضلين، كان من بينهم كايد مفلح العبيدات وهو أول شهيد أردني. هذا سؤال وزاري طلابي يأتي عادة، من هو أول شهيد أردني على أرض فلسطين؟ كايد مفلح عبيدات. ثانيا، مشاركة أبناء الأردن في عملية الكفاح المسلح في فلسطين منذ بداية الثورة الفلسطينية. رابعا، ثالثا، مهاجمة العديد من الأردنيين معسكرات القوات البريطانية في الأردن وآلياتهم وخطوط إمدادهم. رابعا، قيام العديد من المظاهرات والمسيرات المؤيدة للثورات الفلسطينية في أنحاء الأردن جميعها، كما حدث في مدن عمان والسلط عام 28 إلى 36. أيضا طلابي سيكون لنا حديث عن حرب فلسطين عام 48 والمعنونة بالنكبة، وهنا أعلنت بريطانيا انسحابها من فلسطين عام 48 على إثر إصدار مجلس الأمن قرار التقسيم رقم 181 الذي رفضه العرب وأيده اليهود، وكانت النتيجة اندلاع الحرب بين العرب واليهود. ووضع العرب خطة عسكرية للدخول إلى فلسطين من الاتجاهات كافة، وكان على الجيش العربي الأردني التقدم نحو محوري جسر الأمير محمد دامية وجسر الملك حسين للوصول إلى القدس والسهل الساحلي وحماية هذه المناطق. أيضا طلابي، الملك عبد الله الأول أصدر أوامره بتحريك القوات إلى القدس، وخاض الجيش العربي معارك ضد العدو الصهيوني، فكانت معركة القدس التي خاضها الجيش العربي الأردني من أهم المعارك عام 48 التي خاضتها الجيوش العربية، حيث تمكن الجيش العربي من إبقاء القدس الشرقية. قتل عن ما يزيد 300 جندي من العدو الإسرائيلي، وأسر عدد كبير من القوات الإسرائيلية. هذا طلابي مجمل حديثنا لهذا الأسبوع، سيكون لنا حديث بحول الله في الأسبوع القادم عن القوات المسلحة في معركة الكرامة وحرب حزيران. دمتم برعاية الله طلابي.